دكتور هاني، الاسبوع اللي فات كنا اتكلمنا مع حضرتك بخصوص في مبادره حضرتك بتتبناها ومؤسسه اسمعونا عشان علاج بعض الامراض المزمنه او المستعصيه في الامراض الجلديه، فارجو ان يكون في اخبار جديده مبشر بيها الناس النهارده. هي مع مؤسسه صناع الخير. صناع الخير، عفوا، انا بعتذر. مصطفى زمزم. بالظبط، كلهم اصدقائنا يعني، انا اسف. تمام. الحمد لله ابتدت تكبر، الموضوع ابتدى يكبر. ابتدى يبقى لنا شركاء جداد. ابتدت في شركات دواء وطنيه مصريه الحقيقه تقدم يعني مبادرات معانا كويسه قوي. كويس قوي. بمساهمات اكتر من اللي احنا كنا متوقعينه. لان احنا طبعا عايزين تغطيه ماليه هتبقى كبيره ان شاء الله. فلغايه امبارح كان في شركتين ادويه في خلال اسبوع عرضوا علينا مساهمه. المفاجاه كمان ان هي مش بس مساهمه، او لا ده احنا المساهمه دي مستمره. يعني مش احنا ندفع مبلغ، لا ده المبلغ ده هيبقى بصفه مستمره كل سنه. ممتاز. والشركه الاخرى قالت ده هيبقى كل شهر، فطبعا ده هيساعدنا كتير. جميل. احنا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على طول هنبدا يعني الخطوه الاولى التجريبيه. هنبدا نغطي فعلا اعداد كبدايه من المرضى الحمد لله. ده في الاماكن الخاصه بصناع الخير المنتشره في الجمهوريه، ولا هيكون مركزي في منطقه الاول معين؟ هنبدا دلوقتي حاليا بالقاهره، بعد كده طبعا في مراكز موجوده في محافظات المؤسسه. هنبدا الموضوع بيكبر. الاعلان الرسمي ان شاء الله هيكون في اول مارس. في اول مارس ان شاء الله يبدا بقى الانطلاق على مستوى المحافظات ان شاء الله. جميل. لكن احنا دلوقتي يعني بنشوف شركاء الخير معانا اللي بقوا الحمد لله بيكتروا، في مجموعه من البنوك هتشارك، فان شاء الله الموضوع يعني يحقق الطموحات اللي احنا عايزينها، ويا رب يبقى اكبر من كده باذن الله. لأن عشان طموحاتي اكتر من كده ان شاء الله دايما يا دكتور، ويكون في ميزان حسنات حضراتكم جميعا يعني ان شاء الله. دي خدمه مجتمعيه حضراتكم بتقوموا بيها. برضه عشان اللي ما يعرفش، ايه هي الامراض الجلديه المزمنه اللي هتكونوا مستهدفينها ان شاء الله في هذه الحمله؟ احنا ان شاء الله اخترنا مرضين، مرض تحلل الجلد الفقاعي ومرض قشر السمك. ليه؟ لان الامراض دي موجوده باعداد كبيره، وفي نفس الوقت بتمثل مشكله كبيره جدا مش بس المريض الطفل، ولكن اسره المريض، لانها امراض الحقيقه بتبدا مع بعد الولاده واحيانا مع الولاده. وبتستمر مع الطفل وبيكبر بيها. صحيح. فده معناها ان هو محتاج علاج بصفه مستمره. التحلل الجلدي الفقاعي يمكن اخطر على صحه المصاب من قشر السمكه، لانه بيمثل خطوره على صحته. فهنا يعني ده ما بقاش بس مجرد مرض جلدي مزمن، لكن العلاج بالنسبه له مساله حياه وموت. كمان دكتور الجزء النفسي يعني خاصه في جلد اللي هو السمك، شفت صوره او قشر السمك الحقيقه، شفت صوره حد جابها لي عشان نحاول نساعد. الحقيقه نفسيا شيء قاسي، صعب جدا، قاسي على الطفل وعلى اهله. يعني مش بس كده، الولاد ما بيقدروش يروحوا المدرسه. طب لان مش بس الاطفال بيضايقوهم، لا للاسف الطفل بيخاف منه. لان بيبقى الشكل صعب شويه طبعا، فده بيبقى عبء نفسي على المريض اكتر اكيد. فعشان كده بتبقى مشكله، انما لما بياخد العلاج بيبقى كويس. فيقدر يروح المدرسه ويمارس حياته الطبيعيه. فان شاء الله ربنا يقدرنا باذن الله نقدر نغطي اكبر اعداد ممكنه، نوفر لهم الدواء بصفه يعني ببلاش وبصفه مستمره ان شاء الله. واليه التقديم بقى تبقى لسه ان شاء الله تبقى معروفه، زي اللي عنده حاله يبعت فين؟ هيعلن عنها طبعا، وفي لجنه بتفحص الكلام ده. كويس. والمريض بيجي يعني مثلا واخد روجيتا من طبيب من مؤسسه من اي حاجه هيصرف الدواء، بس يبقى مقدم التقرير ومقدم العلاج. جميل. وطبعا بيبقى في دراسه حاله، لان احنا طبعا المستهدف الغير قادرين. طبعا انما طبعا القادر هو بيقدر يعني خلاص القادر هيتصرف يعني. ربنا يبارك فيكم يعني. يا رب.